السلام عليكم. باش نحكي شويه على الحادثه اللي صارت ديرنييرمون. هي الخلاصه نتاعها او التيتر ينجم يكون تونس اليوم. مانيش باش نركز عليها برشا. اون دو مو، وليد خويا قاعد في ريستوران، سته بنات في المركز يعرفوهم وقالوا لي عليهم برشا كلام، اما انا ولاية ما نحبش نقول عليهم حتى شيء، نخليها كيك نقولوا ستة بنات وبركة. صار اللي صار وضربوه بكريسي. اي بنات، اي بنات في تونس في غيستوران يضربوا بالكريسي اكزاكتومون. انا فرحان برشا اللي وليد تمسك اعصابه وما عمل حتى شيء، دونك شابو ليه، برافو وليد. ان توكا هما البنات توا ريشيرشي فور اغريسيون، والكاميرا موجودين ابار الفيديو اللي حطت، فما كاميرا نتاع الحانوت اللي مقابل الريستورون صورت الحادثه كلها. انكور اون فوا برافو وليد اللي تمسك اعصابه وما عمل حتى شيء. هذه حادثه ومشيت على روح خاطر صاغي الشيء اللي قاعدين نراو فيه توا في تونس، يدل لي حاجه كيما هكا ما عادش نستغربوا منها. احنا نذكروا كل ما بعضنا مسكينك المعتمد اللي كليت ريحه من عند المراه وبعد طلعت له 60 سيناريو. مع كل احتراماتنا بيان سور للمراه التونسيه، هذايا ما نشكوش فيه، وذوما قلال اوغوزمون، معناها دي كا فريمون تري بارتيكولي. اش قولكم توا يا زملائي يا صحابي يا توانسه يا الناس اللي تتفرجوا في الفيديو هذايا؟ تذكروش الفيديو الاخراني اللي عملتها زاده في الكهرباء، وقلت لكم اللي انا تربيتي واخلاقي ما تسمحليش باش ننزل على البقره كي تطيح، وقلتها بالسوري جو نتيغ جامي سور لي زومبيلونس. ايش قولكم انتم؟ اعطيو رايكم، انا مانيش باش نقول حد شيء. اش قولكم في فنان تونسي يستغل الفرصه ويهبط فيديو في عود يكلمني كما كلموني العديد من الفنانين التوانسه والاصدقاء وعبيد نعرفهم وعبيد ما نعرفهمش، يتهناو على وليد واسكو سافا وشو احواله. اش قولكم في فنان تونسي يهبط فيديو ويتشمت، يتشمت يلتيغ سور لي زومبيلونس؟ مانيش باش نسمي حتى حد، نخليكم انتوما تحكموا على تونس اليوم. الفيديو هذايا بالطبيعة باش يتفرجوا فيها برشا في تونس، اما باش يتفرجوا بها زادا، يتفرجوا فيها زادا برشا في التوانسة البرا. نقولهم للأسف الشديد خياني وأصحابي البرا، هذيك هي حال تونس اليوم، الشماتة والحزن والبغض والكراهية وإلى آخره. ولكن أنا كمحمد علي النهدي وحبي لتونس وحبي لأحبابي والناس اللي نحبها واللي تحبني، جو قاعد اسبوار ونقول اللي ان شاء الله بقدره ربي تونس باش تتعدى بالمراحل الخايبه هذه كلها، ولكن باش يجي نهار اللي التونسي باش يولي يحب الحق الخو التونسي الخير، واللي العباد باش يولي تحترم بعضها، وما عادش نراو هالمهازل هذوما وهالشبه فنانين والمثقفين هذوما يفيقوا زاده شويه على رواحهم. عيب 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 نتشمتوا. انا كما قلت لكم في الفيديو اللي فاتت ما تشمتش، وبالعكس نكره العباد اللي تتشمت ولقبتهم بليلاش هذوما، سو كي تيغ سور لي زومبيلونس ويستغلوا الفرصه كي باش ينزلوا، زعما ماشي في بالهم اللي هما زعما حاجه كبيره. ربي يهدي، وكا هو هذاك شنو نجم نقول.